نفس المثال السابق، لو كان عندي سؤال انه الـ R روزانتا فورس هي 100 نيوتن ويريد مني اوجد مركبة الـ A ومركبة الـ B، فبالتالي مثل هيك سؤال استخدم بيه قانون الساين. قانون الساين ينص على انه مقدار القوة على ساين الزاوية المقابلة إلها ويساوي مقدار القوة الثانية على ساين الزاوية المقابلة إلها، مقدار القوة الثالثة على ساين الزاوية المقابلة إلها. فبالتالي أقدر أربط بهذا القانون بين مجهول ومعلوم حتى أستخرج المجاهيل المطلوبة مني. إذا أنا راح أستخدم R على ساين 120، هذا الـ R على ساين الزاوية المقابلة إلها 120، ويساوي FA على ساين 35. FA هذا على ساين 35، الـ R هو معلوم 100 وساين الزوايا معلوم أيضا، راح أستخرج الـ FA. إذا الـ FA يساوي ويا مجهول بالمقام، إذا ساين 120 بالمقام وبالبسط R ساين 35، يعني 100 ساين 35، يطلع الناتج 66.23 نيوتن. فإذا استخرجت FA، ممكن أنه أيضا أستخرج الـ FB، R على ساين 120 ويساوي FB على ساين 25. بالتالي FB ويا المجهول بالمقام اللي هو ساين 120 نفسه وبالبسط R ساين 25، 100 ساين 25، يطلع الناتج 48.8 نيوتن. لو كان هذا السؤال بالعكس، أي بمعنى أن الزوايا كلها مجهولة والقوى معلومة، فسؤال يقول لي الـ R 100 نيوتن والـ FA 66.23 نيوتن والـ FB هو 48.8 نيوتن نفس ما طلعناهم بالسؤال الأول، ويريد مني الزوايا ثيتا والفاي اللي هي هذه الثيتا وهذه الفاي. إذا المفروض أنه الثيتا تطلع 60 والفاي نطلعها 120، طبعا ثيتا هاي الزاوية الكلية يريد مني. فبالتالي بما أنه الزوايا كلها مجهولة ما أقدر أستخدم قانون الساين، لأنه قانون الساين يربط بين قوتين وزاويتين. فبالتالي لو أنا أريد زاوية فعلى الأقل عندي زاوية ثانية معلومة بالإضافة إلى قوتين حتى أحسب هذه الزاوية. إذا قانون الساين ما يخدمني في هالحالة هذه، فأتجه إلى قانون الكوساين. قانون الكوساين يقول مربع الوتر يساوي مجموع مربعي ضلعي الآخرين زائد 2 في الأول في الثاني في كوساين الزاوية المحصورة بينهما. إحنا بالمركبات المتعامدة دائما نستخدم قانون فيثاغورس. قانون فيثاغورس هو أصلا عبارة عن حالة خاصة من قانون الكوساين، على اعتبار أنه الزاوية المحصورة ما بين الضلعين تكون 90، فبالتالي كوساين 90 هو 0، فيصفر هذا المقدار وبالتالي يصير عندي مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين القائمين. ففيثاغورس حالة خاصة من هذا القانون اللي هو قانون الكوساين. إذا مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين الآخرين وليس القائمين زائد 2 في الأول في الثاني في كوساين الزاوية المحصورة بينهما. إذا هذا الوتر هذني الضلعين والزاوية المحصورة بينهما هي الثيتا، هذا إذا أخذته على متوازي أضلاع. هنا قانون الكوساين لو أخذه على مثلث يسبب لي مشكلة، لأنه لو أخذت بس هذا المثلث الجزء العلوي واعتبرت أنه هذا الـ FB وهذا الـ FA وهذه هي الـ R، فالزاوية المحصورة بينهما هي ليست الفاي وإنما تكون هي مجموع هذه الزاوية الصغيرة زائد هذه الزاوية، فالزاوية المحصورة بينهما هي الزاوية المحصورة بين الأول والريزانتال والثاني والريزانتال فوز، يعني هذه الزاوية. فبالتالي يفضل أنه دائما أستخدم متوازي أضلاع، فدائما قانون الكوساين الزاوية المحصورة بين الـ FB والـ FA هي هذه الزاوية الكلية ثيتا. إذا أنا أريد أحسب الثيتا أو الكوساين ثيتا، بالتالي هذني اثنين حولن ذاك الطرف فيصير سالب ونقسم على هذا المقدار، فيصير R تربيع ناقص FA تربيع ناقص FB تربيع على 2 FA FB. نعوض كل شيء ما يساويها، الـ R تربيع هو 100 تربيع، FA 66.23 تربيع، FB 48.8 تربيع، 2 في FA في FB. يطلع عندي كوساين ثيتا هو نص، إذا ثيتا معناها 60، معناها حلنا صحيح. المطلب الثاني رايد مني أحسب الفاي اللي هي هذه الزاوية، أقدر أحسبها مباشرة أصلا لأنه من خواص متوازي أضلاع، بما أنه هذه الزاوية 60 فهذه الزاوية 108 ناقص 60 واللي هي 120. ولكن أيضا ممكن أحسبها بقانون الكوساين، R تربيع يساوي FA تربيع زائد FB تربيع زائد 2 في الأول في الثاني، المفروض أقول في كوساين الزاوية المحصورة بينهما اللي هي ثيتا،
ولكن أنا أريد هذه الزاوية المجاورة لهما، فهذه الزاوية تساوي 180 ناقص ثيتا. من خواص الكوساين لو نرجع إلى دائرة الوحدة بالأرباع الأربعة، فالكوساين عند الصفر يكون واحد، وعند 180 يكون سالب واحد. فبالتالي الكوساين لما تقلبه 180 درجة مجرد إلى أنه تتبدل إشارته، إذا معناها كوساين الثيتا يساوي سالب كوساين الفاي. إذا بما أنه أنا عندي كوساين أقدر أستخدم مباشرة كوساين الفاي وأبدل هذه الإشارة، بدل ما أقول زائد 2 في الأول في الثاني أقول ناقص 2 في الأول في الثاني في كوساين الزاوية المجاورة لهما وليست المحصورة بينهما. فبالتالي هذه المرة هذا الضلع راح أنقله إلى الطرف الثاني، عمود يصير موجب، والـ R تربيع أنقل هذا الطرف يصير سالب. FA تربيع زائد FB تربيع ناقص R تربيع على 2 FA FB. نعوض كل شيء بما يساويه يطلع عندي كوساين الفاي سالب نص. إذا الفاي تساوي 120 إذا حنا صحيح. إذا لو ألاحظ هنا أنا هذا الشيء إلى أنه الثيتا 60 والفاي 120، كوساين 60 هو نص وكوساين الفاي هو سالب نص. إذا ثيناتا نفس المقدار مجرد لأنه اختلاف بالإشارات، لأنه هذين الزاويتين مجموعهم يكون 180.